تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام سنتوقف مع محطات منوعة من الأحداث الرياضية والأخبار المحلية والعالمية التي تشمل متابعة الفرق المتوجة بلقب الدوري لهذا الموسم والبطولات الأخرى على صعيد الكؤوس المحلية والقارية. ولدينا أيضا تغطيات لختام فعاليات رياضية محلية مختلفة. سنتوقف مع فقرات خاصة سنخرج فيها عن المألوف، ومنها أهداف من الذاكرة وتهاني ولقاءات وحوارات بمناسبة عيد الفطر المبارك. فاسمحوا لنا أن نهنئ الأمة الإسلامية والعربية عيدا سعيدا مباركا على الجميع، وبردا وسلاما على شعبنا وعراقنا الحبيب، وقولوا معي آمين. مشاهدينا بعد الفاصل نستعد للانطلاق، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار العالمية ضمن حصاد الفرق المتوجة بلقب الدوريات الكروية المحلية والقارية لموسم 2018-2019. البداية مع تتويج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2005 والسادسة في تاريخه. جاء ذلك بعد فوزه على مواطني توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، وأحرز محمد صلاح لفريقه ليفربول في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء إثر ركلة جزاء، فيما أضاف البلجيكي أوريغي الهدف الثاني قبل النهاية بثلاث دقائق من تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء. وبعد هذا الفوز أصبح فريق ليفربول يحمل لقب البطولة السادسة بعد ريال مدريد الإسباني صاحب 13 لقبا، فيما حقق فريق ميلان الإيطالي 7 مرات، بينما أخفق فريق توتنهام في أول مباراة نهائية له في المسابقة القارية الأهم. نبقى مشاهدينا الكرام ومع أجواء هذه المسابقة المهمة لنهائي دوري أبطال أوروبا، فيها دون النجم العربي محمد صلاح ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية في العصر الحديث للمسابقة بعد مدافع ميلان الإيطالي باولو مالديني الذي سجل في نهائي 2005 ضد ليفربول بالذات وتحديدا في 50 ثانية، علما بأن أنريكي ماتيوس سجل لريال مدريد الإسباني بعد دقيقة من بداية نهائي 1959 ضد فريق رينس الفرنسي. نبقى مع نهائي مسابقة أبطال أوروبا، فعلى الرغم من عدم تواجد نادي برشلونة الإسباني في النهائي إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة توج هدافا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته بتصدره لائحة هداف نسخة 2018-2019 التي توج فيها ليفربول باللقب. وسجل ميسي الذي أقصي فريقه من الدور نصف النهائي على يد ليفربول بعد الريمونتادا التاريخية، سجل ميسي 12 هدفا في نسخة هذا العام رافعا رصيده إلى 112 هدفا في تاريخ مشاركاته في المسابقة، وبفارق 14 هدفا خلف الهداف التاريخي للمسابقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي حاليا. مستمرين مشاهدين الكرام، والآن أيضا نبقى مع ميسي الذي نال هذا العام جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية للمرة السادسة، حيث تفوق ميسي كعادته في هذه البطولة بفارق 4 أهداف عن الدولي البولندي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، فيما تقاسم 4 لاعبين المركز الثالث برصيد 6 أهداف لكل منهم، وهم رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني إغويرو مهاجم المان سيتي الإنجليزي والصربي دوسان تاديش لاعب أياكس الهولندي وموسى ماريغا لاعب بورتو البرتغالي.
فيما تقاسم اللاعب العربي المصري محمد صلاح المركز السابع برصيد 5 أهداف مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس والبوسني أدين ديجوكو لاعب روما الإيطالي والإنجليزي هاري كين والبرازيلي لوكاس مورا من توتنهام والكرواتي كراماتيش من فريق هوفنهايم الألماني والبرازيلي نيمار باريس سان جيرمان الفرنسي والإنجليزي رحيم ستيرلينغ مانشستر سيتي الإنجليزي. متواصلون مشاهدين الكرام مع تتويج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا وهذه المرة إلى الإنجاز التاريخي، فبعد رحلة من الكفاح والمعاناة ابتسمت أخيرا كرة القدم لمدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب الذي قاد ليفربول إلى التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 2005. وعلى الصعيد الشخصي للمدرب يورغن كلوب يعتبر هذا النهائي هو الثالث له مع ليفربول منذ أن تولى مسؤولية الفريق عام 2015، حيث خاض معه نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيليا في موسم 2015-2016 والذي خسره بهدف مقابل 3 قبل أن يخسر أيضا بالنتيجة نفسها أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي. وكلوب هو المدرب رقم 41 في قائمة المدربين المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا، علما بأنه المدرب الألماني الخامس على قائمة المدربين المتوجين بالبطولة. وبالمحصلة لم يكن الألماني يورغن كلوب محظوظا أبدا في النهائيات الأوروبية قبل الأخيرة. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام مع فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم. دعونا نتوقف مع بطاقات التهاني للرياضيين بمناسبة عيد الفطر المبارك. عيدا سعيدا مباركا عليكم جميعا إن شاء الله، من أفراح إلى أفراح وازدهار من خلال طبعا أكيد أبناء العراق وسواد العراق ووحدة العراق خلال هذه المرحلة اللي محتاجين بها احنا تضامن الشعب العراقي فيما بينهم. قدم أجمل التهاني والتبريكات مناسبة العيد السعيد لكل إخواننا المسلمين في العراق وفي الوطن العربي، وإن شاء الله يا ربي نعاد على كل شعبنا العراقي بالخير والأمان والسلام، ونتمنى يكون عيد سعيد بعيدا عن كل المنغصات بعيدا عن كل الأحداث السلبية اللي ترافق كل عيد للأسف. نتمنى أنه يكون عراقنا عراق الخير، عراق الأمان، عراق التفاؤل، عراق الابتسامة. تحية لكل شعبنا العراقي، أتمنى لهم عيد سعيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نهنئ الشعب العراقي وكادر قناة الرافدين وبرنامج صدى الرياضة عيدة علينا وعلى أمة سيدنا محمد بالخير والتمام والصحة والسلامة والأمان، وشكرا لك كابتن. وتنقطع مرة أخرى من هادي أحمد، هادي دخل ويحل حط رابطي وبعد خطأ صباح رحلتنا مع الفرق المتوجة بلقب الدوريات المحلية والقارية لموسم 2018-2019 تتجدد مع مجموعة أخرى من الأخبار الخاصة بحصاد هذا الموسم، سنتابعها سوية من خلال الوقفة التالية، خليكم ويانا. نواصل جولتنا للأندية المتوجة بلقب الدوري والبطولات الأخرى لموسم 2018-2019، والبداية مع فريق بنفيكا الذي أعاد لقب الدوري البرتغالي إلى خزائنه بعد منافسة شرسة مع بورتو الوصيف. وحسم فريق بنفيكا لقب الدوري البرتغالي في المرحلة الأخيرة من المسابقة عقب فوزه على سانتا كلار ب4 أهداف لهدف، معيدا درع البطولة إلى سجله. ورفع بنفيكا رصيده إلى 87 نقطة بفارق نقطتين عن بورتو حامل لقب الموسم الماضي والذي انتصر على سبورتينغ لشبونة ب2 هدف. وبذلك رفع فريق بنفيكا رصيده من الألقاب إلى 37 لقبا مقابل 28 لوصيفه بورتو. يذكر أن بنفيكا سيطر على لقب الدوري البرتغالي بدءا من 2013-2014 قبل أن يكسر بورتو هيمنته في الموسم الماضي. وننتقل الآن إلى دور الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، حيث أحرز فريق إياكس أمستردام لقب البطولة بعد أن أنهى الموسم بالفوز ب4 أهداف لهدف على مضيفه دي غرافشاب. وأنهى إياكس المسابقة متقدما ب3 نقاط على إيندهوفن الذي فاز بدوره ب3 أهداف لهدف على ضيفه هيراكليس،
في اليوم الأخير من الموسم، وحقق إياكس اللقب للمرة الأولى منذ 2014 ليمدد رقمه القياسي الإجمالي إلى 34 لقبا في الدور الهولندي، ويكمل الثنائية المحلية بعدما فاز بكأس هولندا في وقت سابق. وسار إياكس مرافقا وندا عنيدا مع إندهوفن في الأسابيع الأخيرة من الدوري، لكنه وضع يده نظريا على اللقب عندما فاز على أوتريخت. يذكر أن إياكس أنهى الموسم برصيد 86 نقطة مسجلا 119 هدفا في 34 مباراة، وحصد إندهوفن على 83 نقطة ليتأهل معه لدور الأبطال في الموسم المقبل فيما جاء فينورد ثالثا. في السياق نفسه شهد هذا الموسم بالنسبة لفريق إياكس والمباراة الأخيرة له ضمن دور الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم على وداع لاعب الوسط ديونغ الذي سينضم إلى برشلونة لتمثيله في الموسم المقبل. من جهته تشير الإحداثيات إلى أن هنالك أخبارا محتملة على مغادرة العديد من اللاعبين الآخرين لنادي إياكس بعد تألق الفريق الهولندي في دوري أبطال أوروبا وبلوغه الدورة قبل النهائي. وهذه انتقالة إلى الدوري الاسكتلندي لكرة القدم، حيث أحرز فريق سلتيك لقب مسابقة الدوري بفوزه على مضيفي أبردين بثلاثية نظيفة أمنت له اللقب الثامن على التوالي. وكان فريق سلتيك يحتاج إلى تعادل فقط لتجنب الهزيمة كي يحسم اللقب، بينما حقق ما هو أفضل من ذلك ليواصل السيطرة التامة على البطولة. وابتعد فريق سلتيك بفارق 12 نقطة عن منافسه التقليدي فريق رينجرز مع امتلاكه ل 84 نقطة مقابل 72، لينفرد برقم قياسي غير مسبوق بخطفه لقب الدوري الاسكتلندي للمرة الثامنة على التوالي. الآن مع مجموعة من الأخبار المحلية والفرق المتوجة لموسم 2018-2019، ومن بين الفعاليات سنتوقف مع الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة، وتحديدا مع منافسات المربع الذهبي لفرق القوة الجوية والبيشمركة وغاز الجنوب والشرطة. وجمع لقاء الختام بين ناديي الشرطة وغاز الجنوب، وقبل هذه المواجهة ضمن فريق الشرطة رسميا التتويج ببطولة الدوري، وهذا ما جعله مرشحا للدخول في منافسة بطولة الأندية الآسيوية. أما فريق غاز الجنوب فسيخوض غمار بطولة الأندية العربية. مشاهدينا، دعونا الآن نتعرف أكثر على تفاصيل ختام بطولة المربع الذهبي لكرة الطائرة، نتابع. بعد جولة من الصراع بالظفر بلقب الموسم الحالي للدوري الممتاز للكرة الطائرة من خلال منافسات المربع الذهبي لفرق القوة الجوية والبيشمركة وغاز الجنوب والشرطة، كان لقاء الختام من نصيب الشرطة وغاز الجنوب في لقاء البحث عن التتويج. المباراة كانت من البداية بأفضلية للشرطة رغم محاولات غاز الجنوب بمجاراة القيثارة الخضراء، فما كان من الأخير إلا فرض سيطرته وكسب الشوط الأول لصالحه. أول شيء مبارك لنادي الشرطة الحصول على لقب الدوري. المباراة بدون دافع صحيح، لكن إنه حاولنا إنه نقدم مباراة جيدة أمام الشرطة حتى وأن الدوري ينحسم، لكن لاعبين صراحة ما قدموا. فشفت إنه بالشوط الثالث يمكن أو من بداية نص الشوط الثاني زجينا باللاعبين الشباب الصغار اللي هم 16-17 سنة. نقول الحمد لله، مبروك لنادي الشرطة، هارد لك لنادي. محاولات الفريق الضيف بالعودة في الشوط الثاني لم تفلح لإصرار الشرطة على حمل درع المنافسة دون منازع رغم تبادل النقاط بين الطرفين، لكن في النهاية القيثارة الخضراء عزفت لحن الفوز في الشوط الثاني، وعزيمة وإرادة وقوة لاعبي الشرطة أنصفت الفريق بكسب الشوط الثالث والفوز بلقب الموسم الحالي وهم فرحين بما أنجزوه. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله والشكر، هذا الفوز والفوز بدرع الدوري يعني ما أجا من فراغ، أجا من تعب، والحمد لله شكر عايفين أن هذا كل الشيء اللي سويناه احنا تكلل بالنجاح. يعني شكرا لهيئة الإدارية لنادي الشرطة، ما قصروا ويانا بأي شيء، وفروا لنا كل المستلزمات يعني المعنوية والمادية، الحمد لله والشكر أنه احنا ما قصرنا وياهم وهدينا لهم درع الدوري. رسمياً الشرطة بطل للدوري، ما يجعله مرشحاً للدخول في منافسة بطولة الأندية الآسيوية. أما غاز الجنوب فسيخوض غمار بطولة الأندية العربية.
موسم حصاد الألقاب بالنسبة للشرطة لمختلف الألعاب بعد لقب دوري كرة الصالات وكرة اليد يؤكد أن دعم الإدارة لألعابها واضح جدا لكسب المراكز الأولى بكل ثقة وثبات. وضمن منافسات المربع الذهبي في الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة كان احتداماً كبيراً بين الفرق القوية مثل الشرطة وغاز الجنوب والقوة الجوية والبيشمركة، لكن في النهاية فريق الشرطة حمل درع المنافسة دون منازع. سنتوقف الآن مع انطباعات فريق الشرطة بالتتويج، خلينا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اليوم فوزنا على غاز جنوب 3 نقاط، حصدنا الدوري، فوزنا مع البيشمركة، حصدنا الدوري خلاص هذا هو الدرع، بس اليوم جددناه ب3 نقاط جديدة وحصدناها الحمد لله والشكر، إن شاء الله الموسم الجاي نحافظ على هذا الإنجاز إن شاء الله بجهود الهيئة الإدارية، جهود الكادر التدريبي، مدير فريق، الإحصائي، الطب، إن شاء الله جهود لاعبين هاي اللي ما تنسي، فشكرا جزيلا. أشكر هيئة إدارية والكادر التدريبي والإحصائي والطبي وكل العاملين بنادي الشرطة، وفروا لنا جميع مستلزمات للدوري العراقي، الحمد لله والشكر، ما ضيعنا تعبهم ولا ضيعنا تعب اللاعبين، اللاعبين الأبطال ما قصروا على مدار الدوري، إنه بذلوا مباريات جهد عالي، دوري طويل، دوري متعب، الحمد لله والشكر بالأخير إنه توجنا باللقب وهذا المهم، الحمد لله والشكر. سنتوقف الآن مع فاصل قصير، نواصل بعده ما تبقى لنا من فقرات صدى الرياضة. عيدكم مبارك. هذه أحمد بجود في زاوية صعبة وسجل هدف الأولاني، يمرر الكرة دي في بالدربان وليه هذا عادل خضير، الله حلو. مستمرون في رحلتنا مع الفرق المتوجة بلقب الدوريات المحلية والقارية لموسم 2018-2019، وهذه المرة مع مسابقة الدوري الأوروبي اليوروبا ليج، توج فيها فريق تشيلسي الإنجليزي بطلا للمسابقة بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف على جاره أرسنال ضمن المباراة النهائية، وجاءت رباعية تشيلسي عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفي جيرو في الدقيقة 49 والإسباني بيدرو في الدقيقة 60 وأيدن هازارد مرتين في الدقيقة 65 من ركلة جزاء والدقيقة 72، فيما سجل النيجيري أليكس أيوبي هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 69. ومع مسابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليج أيضا مشاهدينا الكرام ونجوم الكرة فيها، إذ اعتبر هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي هذه المباراة أمام الأرسنال ضمن الدوري الأوروبي اعتبرها الأخيرة له مع النادي اللندني، وقال أعتقد قد حان وقت الوداع، لقد كان حلمي سابقا هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد فعلت هذا لمدة 7 سنوات ومع أحد أكبر الأندية في العالم مثل تشيلسي، لذلك حان الوقت للدخول في تحدي جديد ومع فريق تاريخي ودوري لا يقل روعة وأهمية عن السابق. نبقى مع رحلة صدى للفرق المتوجة بلقب الدوريات المحلية والقارية لموسم 2018-2019، وتتجدد المحطات والتوقفات مع مجموعة أخرى من أخبار حصاد هذا الموسم سنتابعها سوية من خلال الوقفة التالية. عيدكم مبارك. نواصل جولتنا مع الأندية المتوجة، ففي الدوري الإيطالي لكرة القدم حصد اليوفي لقب الدوري الإيطالي الكالتشيو للمرة 8 على التوالي والـ35 في تاريخه ليتصدر قائمة الأبطال،
وبحصوله على اللقب الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي بات يوفنتوس يتفوق على جميع أندية أوروبا فيما يتعلق بعدد مرات الفوز المتتالية بلقب الدوري المحلي، كما عادل يوفنتوس الرقم القياسي لإنتر ميلان وفيورنتينا وتورينو فيما يتعلق بتوقيت حسم لقب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة. ورغم ذلك إلا أن فرحة يوفنتوس في الموسم الحالي لم تكتمل، حيث خرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد إياكس أمستردام، كما ودع كأس إيطاليا من ربع النهائي أيضاً بخسارته أمام أتلانتا. ونبقى مع الكالتشيو، إذ أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس أول لاعب في التاريخ ينجح في التتويج بلقب الدوريات الثلاثة الكبرى في أوروبا. وبتتويج اليوفي رسمياً بطلاً للدوري، زادت خزائن الدولي البرتغالي بلقب جديد جعله يصل إلى اللقب 27 مع مختلف الأندية التي لعب لها. وحصد البرتغالي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، كما توج بلقب الدوري الإسباني الليغا 2 مرات. ونتحول الآن إلى الدوري التركي، حيث احتفظ فريق غلطة سراي بلقب الدوري التركي لكرة القدم ليحقق اللقب للمرة 22 في تاريخه، ويحقق بذلك رقما قياسيا بفوزه في المرحلة ما قبل الأخيرة على فريق باشاكشهير بهدفين لهدف في ديربي اتسم بالعصبية والتوتر بين فريقي مدينة اسطنبول. ودخل الفريقان المباراة متساويين على صعيد النقاط ومتعادلين بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب، ما جعل من هذه المواجهة نارية ومفصلية، نظراً لأن أفضلية المواجهات المباشرة كانت لتحسم اللقب في حال أنهى الفريقان الموسم متساويين على صعيد النقاط. وبهذا الانتصار أصبح رصيد غلطة سراي 69 نقطة مقابل 66 لفريق باشاكشهير، وذلك قبل مرحلة من النهاية. وهذه المرة مع تتويج الأندية ببطولة الكأس، والبداية مع بطولة كأس ملك إسبانيا التي توج بها نادي فالنسيا على حساب برشلونة بعد الفوز بهدفين لهدف. وواجه البرشا نظيره فالنسيا على ملعب بنتو فيامارين، وتقدم فريق فالنسيا بهدفين عن طريق كيفن جاميرو في الدقيقة 22 ورودريغو مورينو في الدقيقة 34، فيما قلص النتيجة قائد برشلونة ليونيل ميسي بإحراز هدف البرشا الوحيد في الدقيقة 73، ليخطف فالنسيا كأس ملك إسبانيا لموسم 2019. وضمن بطولة كأس ألمانيا بكرة القدم، حقق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم 7 الأخيرة الثنائية بتتويجه بلقب الكأس إثر فوزه الكبير على لايبسيك 3-0 في المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي. ولعبت خبرة وواقعية بايرن ميونخ دورا كبيرا في الفوز والتتويج باللقب، بعدما كان لايبزيغ الأخطر والأقرب إلى هز الشباك قبل أن ينجح الفريق البافاري في حسم لقائه لصالحه. وظفر بايرن ميونخ باللقب 19 في تاريخه بالمسابقة، وبالثنائية 12 منذ تأسيسه قبل 119 عاما، وهو اللقب الأول لبايرن ميونخ في المسابقة منذ 2015-2016 بقيادة مدربه السابق آنذاك الإسباني غوارديولا على حساب بورسيا دورتموند بركلات الترجيح. مشاهدينا، دعونا نتوقف مرة أخرى مع بطاقات التهاني للرياضيين بمناسبة عيد الفطر المبارك. عيدا سعيدا مباركا على الجميع، إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع إن شاء الله يا رب، وعيد كريم على الجميع إن شاء الله. وبحب أهني برضو أهلي حجتي الغالية، بحب أهني الأمة الإسلامية والوطن العربي جميعا، إن شاء الله يا رب سنة خير وعيد خير على الجميع، ويكون الأمة الإسلامية جميعهم بخير يا رب. وطننا العربي كل عام وانتو بخير وصدى الرياضة بخير. أول شيء أحب أهني أبوي وأمي وأخواني وأخواتي وكل الأهل والأصدقاء، ونهني الشعب اليمني، ونهني أيضا الشعب العراقي، وإن شاء الله أمتنا العربية ترجع كما كانت. يعني تشايفين الوضع حرب والوضع يعني الأمة العربية صار مؤسف يعني، فنتمنى إن شاء الله السلام، أن يعم الأمن والسلام على الوطن العربي كافة واليمن خاصة إن شاء الله، وإن شاء الله نعود إلى أحبابنا وأصحابنا وأقاربنا وأهالينا في القريب العاجل. بنحب نهني
كل الدول العربية والإسلامية، ونتمنى أن يسود الأمن والأمان لكل الدول الوطن العربي. شكرا لكم. بنحيي صدى الرياضة، وإن شاء الله عيد سعيد على الأمة العربية والأهل والأقارب والأصدقاء. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ومحطتنا التالية مع مجموعة من الأخبار العربية ضمن حصاد الفرق المتوجة باللقب القاري وكذلك المحلي لموسم 2018-2019. وسنبدأ مع تتويج فريق الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على شقيقه الوداد البيضاوي بهدف مقابل لا شيء، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الفيديو الفار. وسجل لاعب الترجي الجزائري يوسف البلايدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وأطلق الحكم صفارة النهاية معلنا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لنحو ساعة ونصف بسبب اعتراضات على التحكيم وعطل في تقنية الفار. وبعد انتظار طويل تم احتساب النتيجة الحاصلة على أرض الملعب، وهي تفوق الترجي بهدف نظيف، لتبدأ بعدها احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج للمرة الرابعة في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وهذه المرة سنكون مع كأس الاتحاد الأفريقي، خصوصا وأن طرفي النهائي أيضا منقسم بين فريقين عربيين. لكن الكلمة الأخيرة كانت لنادي الزمالك المصري الذي توج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي بفوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بخمسة ركلات مقابل ثلاثة، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء، لتصبح النتيجة بينهما تعادل الفريقين بهدف لكلا الفريقين ذهبا وإيابا. وسجل محمد علاء هدف الزمالك في الدقيقة 54 من ركلة جزاء في المباراة التي أكملها فريق نهضة بركان بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عمر النمساوي. وعلى صعيد التتويج بالبطولات العربية المحلية مشاهدينا الكرام، استعاد فريق السد لقب الدوري القطري لكرة القدم بعد غياب دام منذ موسم 2013، وجاء التتويج تحديدا في المرحلة 21، أي قبل جولة من نهاية المسابقة، عقب فوزه الكبير بسبعة أهداف مقابل هدفين على الأهلي. وارتفع رصيد السد الذي عزز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة بـ 14 لقبا، ارتفع إلى 54 نقطة في الصدارة، ويتنافس في الدوري القطري 12 فريقا على الفوز بالمسابقة في نهاية الموسم، ويحصل الفائز بالبطولة على مقعد في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أما صاحبي المركزين الثاني والثالث فيشاركان في الملحق المؤهل للمسابقة الأقوى في القارة الصفراء، وصاحبي المركزين الأخيرين يخوضان ملحق الهبوط. نبقى مع حصاد الفرق المتوجة بلقب الدوري لموسم 2018-2019، هذه المرة إلى الدوري الأردني، حيث توج نادي الفيصلي بلقب الدوري الأردني لكرة القدم ليهدي أنصاره ومحبيه اللقب 34 في الدوري. ورسميا تم تتويج الفيصلي عقب مباراته الأخيرة مع الجزيرة، والتي كانت مجرد تحصيل حاصل، وذلك ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة. مشاهدينا الكرام، متواصلين مع الكرة الأردنية، وهذه المرة إلى بطولة كأس الأردن، إذ توج أيضا فريق الفيصلي بلقب بطولة الكأس لموسم 2018-2019 بعد فوزه على فريق الرمثة بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة النهائية بينهما. وسجل هدفي الفيصلي المحترف التونسي هشام السيفي في الدقيقتين 29 و 68 من المباراة. واحتفلت جماهير النادي الفيصلي بعد المباراة بتسلم لاعبيها لكأس الأردن والميداليات الذهبية الذي أضيف إلى لقب الدوري. أه
إذن مشاهدينا الكرام، تتجدد المحطات والتوقفات مع مجموعة أخرى من أخبار حصاد هذا الموسم. سنبقى مع الفرق العربية المتوجة بالدوريات المحلية لموسم 2018-2019، سنتابعها سوية من خلال الوقفة التالية. عيدكم مبارك. في الدوري السعودي بكرة القدم، توج فريق الهلال بطلا للدوري للمرة الثانية على التوالي بفوزه على ضيفه الفتح 4 أهداف لهدف ضمن المرحلة 26 والأخيرة، وهذا اللقب هو 15 للهلال في تاريخ المسابقة، وجاء على الرغم من موسم متقلب عانى فيه من النتائج السيئة التي أدت إلى خروجه من كأس الملك ودوري أبطال آسيا وإقالة مدربه الأرجنتيني رامون دياز وتكليف مواطنه خوان براون المهمة. وبذلك رفع فريق الهلال رصيده إلى 56 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر الأهلي. ومع حصاد الفرق العربية المتوجة بلقب الدوري المحلي، أحرز نادي الترجي لقب الدوري التونسي بعد أن تعادل ملاحقه النادي الإفريقي مع اتحاد بن قردان، وذلك في إطار مباريات الجولة 23 من المسابقة. وتصدر الترجي الترتيب برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، ليحسم الترجي اللقب 28 في تاريخه بتفوقه بفارق الأهداف، حيث تنص لوائح الدوري التونسي على أن في حال تساوي رصيد النقاط لفريقين أو أكثر يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف في النصف الأول من الموسم، حيث أنهى الترجي النصف الأول من الموسم في الصدارة برصيد 33 نقطة وسجل 24 هدفا مقابل 7 أهداف في مرماه، فيما كان الرصيد الإفريقي 21 نقطة وسجل 12 هدفا مقابل 11 هدفا في مرماه. وإلى بطل الدوري المغربي، إذ صنع فريق اتحاد طنجة المعجزة وتوج بطلا للدوري وهي المرة الأولى في تاريخه، وضمن اتحاد طنجة المشاركة في نسخة مقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا. والجدير بالذكر أن باد الزاكي كان مدربا لاتحاد طنجة أولا قبل إقالته بعد النتائج السيئة للفريق، وتولى أدريس المرابط المهمة الفنية لتنقلب الأمور رأسا على عقب، حيث نجح الأخير في تغيير الأداء وتحقيق نتائج مميزة وقيادة الفريق إلى إنجاز تاريخي. يذكر أن فريق الوداد البيضاوي العريق يحمل الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري المغربي برصيد 14 مرة. نبقى مع دوريات بلدان المغرب العربي أيضا، إذ توج فريق شباب قسنطينة بلقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، وذلك قبل جولة واحدة على النهاية بعد فوزه بهدفين لهدف على مضيفه اتحاد البليدة. ورفع فريق شباب قسنطينة رصيده إلى 56 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن ملاحقه المباشر شبيبة الثورة، ويعد هذا اللقب الثاني لفريق شباب قسنطينة بعد موسم 1996-1997، فيما انفرد فريق شبيبة الثورة بالمركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل. مشاهدينا، دعونا نتوقف مرة أخرى مع بطاقات التهاني للرياضيين بمناسبة عيد الفطر المبارك. عيدا سعيدا مباركا على الجميع. بهذه المناسبة السعيدة احنا نقدم أجمل التهاني والتبريكات إلى شعبنا، هذا الشعب العراقي، فنهنئ كل الأخوان وشعبنا العظيم بهذه المناسبة وأخواننا الرياضيين، ونتمنى احنا إن شاء الله كل أيامنا تكون سعيدة. أنا أهنئ الشعب العراقي والأمة الإسلامية والعربية، وأن خاصة الرياضيين أخوتي بهاي المناسبة، وأتمنى لهم الموفقية والنجاح إن شاء الله. بإذن الله تعالى أن تزال هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن تبدو شرائح مجتمعنا برمته من الشمال إلى الجنوب لحمة واعدة لكي يعود بلدنا آمن سخي معطاء مثل ما كان. في دجلة والفرات وفي كل مكان، وضربة ركنية. يونس محمود. أول من أحب أن أهنئه
هم كل العراقيين داخل العراق وكذلك خارج العراق، نقول لهم كل عام وانتم بألف خير، يا رب الصحة والسلامة، وإن شاء الله العمر المديد لكل شبابنا، إن شاء الله التقدم لكل من يحب التقدم، الحب والستر والعافية لعراقنا، عراق الخير والمحبة. سلمها ويهدي الرجال، كرة معه بتقدم بيد الرجال، لعب الحسين سعيد يحاول يمر، لعب الحسين سعيد الرجال، شوت جول أكبر، الله جول حلوة الرجال، الرجال حلوة 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 من كرة مأخوذة، شوف 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 الرجال، شوف الرجال، شوف حتى صاروخ. الآن نعود إلى الأخبار المحلية والفرق المتوجهة لموسم 2018-2019، ومن بين الفعاليات سنتوقف مع ختام بطولة الدوري العراقي الممتاز بكرة الطاولة التي شارك بها 16 فريقا للرجال وأربعة فرق للنساء، بعد أن تم استقطاع مبلغ الاشتراك من الأندية المشاركة من أجل نجاح المنافسة وتنظيم البطولة بصورة سليمة. دعونا الآن نتعرف أكثر على تفاصيل ختام بطولة الدوري الممتاز بكرة الطاولة، نتابع. تحديات كبيرة رافقت إقامة بطولة الدوري الممتاز لتنس كرة الطاولة الذي شارك به 16 فريقا للرجال وأربعة فرق للنساء، بعد أن تم استقطاع مبلغ الاشتراك من الأندية لنجاح المنافسة التي شهدت احتداما كبيرا بين الفرق القوية وهي الجيش والسليمانية والصناعة الذين سيطروا على ترتيب المراكز الأولى الثلاثة في نهاية المرحلة الأولى من الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صدرنا المرحلة الأولى بدون خسارة ضد الجيش، وكانت المنافسة جدا قوية بالفرق المتنافسة المحافظات الشمالية والجنوبية والوسط، ونحمد الله ونشكر على كل حال. المشاركة النسوية كانت متذبذبة في مواجهاتها، لكن أفضلية فتيات السليمانية كانت حاضرة من خلال تقديم أداء ممتع. في الوقت نفسه بيّن مشرفو البطولة أن المعاناة المرافقة لعملهم في تزايد بسبب انقطاع الأموال من قبل اللجنة الأولمبية، وهذه الطاقات بحاجة إلى بطولات دورية لضمان استمرار مهاراتهم، كون الاستحقاقات الخارجية على الأبواب والتحضير لها لا يضاهي حجم مستوى المشاركة. يعني كانت المنافسة حلوة، صح كان بيها شوية صعوبة بس حلوة كانت بين أندية المشاركة بالدوري الممتاز للمرحلة الأولى، فلعبنا أربع لعبات وحصلنا على المركز الثالث، طبعا نطمح بالتجمع الآخر للحصول على المركز الأول. نهاية هذا التجمع الأول كان بمثابة تحضير للاعبي المنتخب الوطني لغياب المعسكرات الخارجية، وهو ما يضع تنس الطاولة في حرج كبير بعد انتهاء الدوري، حيث ستكون في سبات كبير لغياب الاهتمام الحقيقي والفعلي لهذه اللعبة المهمة. إذن هي صعوبات وتحديات كبيرة رافقت إقامة بطولة الدوري الممتاز بكرة الطاولة، وتبقى للأسف المعاناة ترافق هذه اللعبة وكذلك على سير عمل المشرفين على اللعبة بسبب يعني انقطاع الأموال من قبل اللجنة الأولمبية، وبالتالي هذه الطاقات بحاجة إلى بطولات دورية لضمان استمرار مهاراتهم قبل الدخول في الاستحقاقات الخارجية المقبلة. سنتوقف الآن مع آراء مختلفة من أهل الشأن حول اللعبة وتنظيم هذه البطولة. عيدكم مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة المعاناة هي اللي تخلق البطل، يعني احنا رغم المعاناة الحمد لله والشكر قدرنا نقيم هذا التجمع مثل ما شفت، 16 فريق دوري رجال إضافة إلى 5 فرق دوري النساء، تجمع واحد 3 أيام مو بسهولة تقيم إذا ما عندك مورد مالي. يعني احنا قدرنا بجهود الاخوان اللي بالاتحاد، وبصراحه اعتمدنا على الانديه نفسها اللي ساهمت ويانا بدفع اشتراك حتى نقيم هذا التجمع، والحمد لله والشكر التجمع نجح وبطوله حلوه وتجمع حلو وبرزت مواهب حلوه صغار، ان شاء الله نتمنى الايام القادمه يكون لها شان باسم كره الطاوله العراقيه. صراحه احنا مستوانا كان مستوى جيد، وعندنا لاعب محترف يلعب في الدوري التركي،
عمر آيات ومع زميلة طارق، وكمان أنا ألعب، فكان بودنا أن نلعب مع أحد من الفرق المنافسة صناعة والجيش، هم الناديين المنافسين الوحيد لنادي السليمانية، وإن شاء الله إحنا التجمع الثاني استعد استعداد لهذه المبارتين، وأملنا الفوز في كلتا المبارتين والحصول على المركز الأول. المنافسة شلون شفتها بالنسبة للفرق تحديدا السليمانية؟ تحديدا نادي السليمانية، الفرق اللي لعبنا معها ما عدا نادي غاز الجنوب ونادي أكد كان مستوى جيد، بس باقي الفرق كان إحنا يعني مستوانا أفضل من عدوم بكثير، وكان نتائج اللي إحنا ردناها جيدة جدا. هذه عودة أخرى إلى أخبار حصاد الموسم للفرق المتوجة بلقب الدوري والبطولات الأخرى لموسم 2018-2019. سنكون هذه المرة مع الدوري الإسباني الليغا، فبعد أن كانت المنافسة ثنائية على اللقب في البطولات السابقة أصبحت ثلاثية بفضل التطور الكبير لفريق أتلتيكو مدريد في السنوات القليلة الماضية. ورسميا فريق برشلونة حسم اللقب قبل 3 جولات من النهاية، رغم أنه كان لديه مباراة مؤجلة، وجاء الحسم خارج الديار مبكرا وتحديدا ضمن منافسات الجولة 35 من منافسات الليغا الإسباني، حيث حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة 4-2 أمام مضيفه فريق ديبورتيفو لا كورونا، وأنهى برشلونة المتوج بطلا للمرة الثانية تواليا والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة، أنهى الدوري الإسباني بتعادل خارج ملعبه مع إيبار بهدفين لكلا الفريقين ضمن المرحلة 38 والأخيرة من الدوري. وأيضا متواصلين مع بطل الليغا، فكانت الحصيلة النهائية لتتويج البرشا من النقاط وصلت إلى 93 نقطة، وجاء المنافس العنيد أتلتيكو مدريد الروخي بلانكوس في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، أما فريق ريال مدريد فقد خطف المركز الثالث بصعوبة برصيد 76 نقطة، وذلك بفارق 3 نقاط فقط من فريق فالنسيا الذي حصل على المركز الرابع، فيما هبط فريق جيرونا وفريق ويسكا ورايو فاليكانو إلى الدرجة الثانية. بالتأكيد في الدوري الإسباني الليغا بكرة القدم تتأهل الفرق التي تنهي الدوري بالمراكز الأربعة مباشرة إلى دوري مجموعة دوري أبطال أوروبا، أما صاحب المركز الخامس يدخل في دور مجموعة الدوري الأوروبي، والفريق الذي ينهي الموسم سادسا يشارك في الدور الثاني التمهيدي من اليوروبا ليج، وأخيرا يهبط ثلاثي متديلي الترتيب إلى دوري الدرجة الثانية. مع نجم برشلونة الموهبة الخيالية، حيث توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب هداف الدوري الإسباني للمرة الثالثة تواليا، وهذه المرة السادسة التي يحرز فيها ميسي اللقب كأفضل هداف، كما يعد ميسي الهداف التاريخي للبطولة الإسبانية، وأحرز ميسي في هذا الموسم 36 هدفا مقابل 21 لزميله لويس سواريز، وكذلك للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، كما بات رصيد ميسي عموما 51 هدفا في جميع المسابقات. هذه عودة أخرى إلى أخبار حصاد الموسم للفرق المتوجة بلقب الدوري والبطولات الأخرى لموسم 2018-2019 فيما تبقى لنا من وقت مسموح. سنكون هذه المرة مع الدوري الإنجليزي الذي توج فيه فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على فريق برايتون 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة 38 والأخيرة من الدوري. هذا الفوز جعل رصيد فريق مانشستر سيتي يصل إلى 98 نقطة ليتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، بعد صراع شرس على اللقب مع فريق ليفربول الملاحق العنيد. وضمن استحقاقات وجوائز
الدوري الإنجليزي الممتاز. أيضا مشاهدينا الكرام، توج البرازيلي ألسون بيكر لاعب ليفربول بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي في موسم 2018-2019 بعد تألقه في الذود عن مرمى في مناسبات عديدة، وأدائه الكبير ومساهماته الفعالة في منافسة فريقه ليفربول مع السيتي على درع الدوري، فضلا عن دوره المميز في وصول ليفربول إلى المباراة النهائية وخطف لقب دوري أبطال أوروبا. مشاهدينا الكرام، نبقى مع استحقاقات وجوائز الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية هذا الموسم، حيث توج اللاعبون المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانغ بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي وحصولهم على الحذاء الذهبي بعد ختام الموسم المثير. وتساوى اللاعبون الثلاثة بعد الأهداف برصيد 22 هدفا لكل منهما، علما أن ماني سجل هدفين في الجولة الأخيرة، وكذلك فعل أوباميانغ مع فريقه أرسنال فيما لم يسجل صلاح في المرحلة الأخيرة. وكان صلاح قد نال الجائزة في الموسم الماضي برصيد 32 هدفا. ومع جوائز الدوري الإنجليزي الممتاز على صعيد اللاعبين، أيضا توج المدافع الهولندي المتألق فان دايك بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن فان دايك هو أول مدافع يحصل على الجائزة منذ أن توج بها البلجيكي كومباني قائد مانشستر سيتي في 2012. واختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فان دايك ليكون أفضل لاعب بسبب المستوى الثابت طيلة منافسات هذا الموسم، وهو ما جعل ليفربول يتلقى هزيمة واحدة فقط في مسيرته بالدوري، إضافة لكونه الفريق الأقل تلقيا للأهداف بالاشتراك مع مانشستر سيتي قبل جولة من النهاية ب 22 هدفا. مشاهدينا الكرام، الآن إلى بطولة أخرى لا تقل أهمية وتاريخا عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد واصل إسبانيو غوارديولا صناعة التاريخ في مسيرته التدريبية عندما توج مع مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي محققا ثلاثية استثنائية لم تحدث من قبل، وتحقق التتويج على حساب فريق واتفورد بستة أهداف نظيفة، وبات فريق مانشستر سيتي أول فريق يتوج بالثلاثية التاريخية المحلية في موسم واحد، وهي لقب الدوري الممتاز وكأس الرابطة في شباط الماضي وأخيرا كأس الاتحاد، ليعوض فشله في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إثر خروجه أمام توتنهام بسبب أفضلية التسجيل خارج الأرض، كما أنه أول فريق يجمع الدوري وكأس الاتحاد منذ أن حصد ذلك تشيلسي في 2010. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم مع فقرات صدى الرياضة من الأحداث والأخبار المنوعة وطبعا المختلفة قليلا بسبب مناسبة عيد الفطر المبارك، عيدا سعيدا مباركا على الجميع. لا أنسى أن أنقل لكم تحيات أسرة صدى الرياضة، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.